آخر محطة بمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس اليوم تنقلنا لمدينة جبال العريقة حتى نتعرف أكثر على المركز الدولي لعلوم الإنسان. هالمركز العريق تأسس عام 98 وهو تابع لمنظمة اليونسكو. تفاصيل أكثر عنه مع ضيفنا، برحب بمدير المركز الدكتور أدونيس العكرة. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. شرفنا باستديوهاتنا. اليوم بدنا نحكي عن حدثين مهمين رح يصيروا بالمركز عندكم، ولكن قبل بدي صورة عامة إذا بدك عن هالمركز واهتماماته. مثل ما تفضلتي، تأسس سنة 98 باتفاقية دولية بين الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونسكو. هيدا مركز لكل العالم، هيدا منه لانه لا جبيل ولا هو للبنان، هو لكل العالم. من اين يحكي لكل العالم؟ يعني التلاميذ او مش تلاميذ؟ رح بشرح لك شو اهتماماته واهدافه. هذا وقت اللي تاسس صار في صراع بين الدول، لكل دوله بدها اياه تاخده لعندها، وخصوصا اسرائيل. بقينا حوالي 18 سنه بصراع داخل منظمه اليونسكو لحتى قدرنا جبنا القرار بإنشاء المركز في لبنان، وبالضبط في مدينة جبيل، نظرا لتاريخها العريق ووجود. يعني ربحتوا المعركة. ربحنا المعركة. وتأسس رسميا سنة 98 واستمر بعمله، مرق بفترات ضعف. هلأ اليوم عم بيرجع بيستعيد نشاطه بموجب قانون صدر عن المجلس النيابي رقم 135 بكرس الاتفاقية ويضع المركز على خط العمل. أهدافه، الهدف الأساسي يلي بدور حوله كل الأهداف التفصيلية، هو وضع العلوم، علوم الإنسان، في خدمة الديمقراطية على هذا الكوكب. بدنا نوظف علوم الإنسان، العلوم الاجتماعية، خصوصا العلوم السياسية، الحقوق، حقوق الإنسان، علوم الأديان، لحتى نرسخ. يعني قضايا بتهم كل الدول، خاصة كل الدول اللي بتهمها الديمقراطية، لا سيما أنه بيطرح أهدافه الكبرى، حوار بين الثقافات، الاعتراف بالآخر، كلها قيم الديمقراطية. نعم. والعمل على مساعدة الدول ومجتمعاتها والشباب اللي فيها للعمل والقيام بدور إيجابي في عملية الانتقال نحو الديمقراطية، خصوصا في الدول يلي بعد يلي طامحة إلى الديمقراطية ولم تصل إليها بعد لسبب أو لآخر. نشاطاتهم كلها موجهة للشباب دكتور عكرة؟ لكل الفئات، بصورة خاصة للوسط الجامعي الأكاديمي والمثقفين والمفكرين في هذا العالم والمتخصصين والباحثين. ولكن مش بس عملنا بحثي، هالأبحاث والدراسات اللي بنعملها ما بدنا نحطها على الأرض بالتطبيق. نعم. في فئة الشباب، هي الفئة الفضلة التي ليست علة على دولها، وإنما هي أدوات فاعلة في تطوير دولها. بدنا نحط بين إيديهم المعارف يلي منكون اكتسبناها من أبحاثنا لحتى هني ينزلوها على الأرض تطبيقيا في مجتمعاتهم ودولهم. نعم. مثل ما قلت دكتور عكرة، هالمركز بالفعل عم يستعيد نشاطه، والدليل على هالشيء الحدثين المهمين اللي راح يصيروا فيه قريبا. الأول ب 24 الثاني، يعني الشهر القادم، المدرسة الخريفية. نعم. شو بتتضمن هالكورات؟ هيدا تقليد استحدثه في المركز المدير السابق البروفيسور هانف، تيودور هانف، استحدثه في المركز. يقوم على ما يلي: التوجه إلى الجامعات في لبنان والعالم العربي، أو العالم ما بعد العالم العربي، ولكن لأنه هلأ عم نرجع عم نستعيد هذا التقليد حصرناه في لبنان فقط، نتوجه إلى العديد من الجامعات فيها طلاب عم بيعملوا دكتوراه او ماستر، ماسترز او دكتور، ماستر 2 يعني السنه الاخيره من الماستر. بين ال 20 25 طالب بيجوا على المركز، عندنا كل التجهيزات الكافيه مع اساتذتهم، وبيطرحوا موضوعات مشتركه وبصير نقاش
وبتعرفي خلفيات ثقافية مختلفة، خلفيات دينية مختلفة، نعم. اجتماعية مختلفة، وآراء مختلفة كمان، وهذا بيؤدي إلى اختلاف في الآراء، نعم. ويصار إلى حوار ونقاش حول هذه الموضوعات الأكاديمية في المركز. هالكورسز هي تدريبية دكتور عكرة، يعني راح يكون في انتراكشن، راح يكون في تفاعل طبعا، منا نظرية بس. لا منا نظرية، الأستاذ بيطرح المشكل وبعدين النقاش بيصير بين الأساتذة والطلاب بين بعضهم، يعني بنحضر في أساتذة بيحضروا وبيساهموا نعم. بالنقاشات، وبنهاية هالمدرسة المحاضرات اللي ألقيت مع النقاشات تصدر في كتاب. هالكورسز كيف تتقدم ضمن سمستر؟ كل يوم طبعا، كل مش سمستر، في هالمرة خلال أسبوع. رح تشرح لنا دكتور عكرة بالتفصيل، ولكن ما بدنا نتوقف للحظات. أوكي. نرجع مشاهدينا لحديثنا مع مدير الانترناشنال سنتر اوف هيومن ساينسز الدكتور ادونيس العكرة. دكتور ادونيس، بعطي مجال للطلاب حتى يتسجلوا للمدرسة الخريفية؟ طبعا بعد في مجال لاخر الشهر، ولكن من ضمن العدد المفترض لاقامتهم، لانه نعم. في عدد من المقاعد معينه بين ال20 وال25. الدكتور كريم المفتي هو اللي متولى اداره هالمشروع. الاتصال بالمركز منيح من بالنسبه لهالطلاب لحتى يستعلموا عن كانه بعد في امكنه لهم نعم. او لا. الحدث الاخر اللي بدنا نحكي عنه اليوم هو مؤتمر دولي، ما بعرف اذا بصير لاول مره عندكم، ولكن عنوانه الحوار الحقيقه والديمقراطيه، وراح يصير ب 4 ديسمبر. نعم. هيدا مؤتمر دولي مشارك فيه حوالي 14 دولة من العالم العربي، من افريقيا ومن اوروبا. نعم. بذكر مثلا فرنسا، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، حتى مالي. مالي. وبعدين العالم العربي تقريبا شيء 8 دول من العالم العربي. هيدا رح يكون برعاية فخامة الرئيس الجمهورية، وبحال حضر أكيد رح يكون في له كلمة، بس هلأني مش مأكد حضوره، ولكن أكيد حضور هيدي بالآخر. شو أبرز محاور هالمؤتمر دكتور عكرة؟ مسألة الحقيقة وعلاقتها بالحوار والديمقراطية. الديمقراطية تتوجه إلى الشعب، والشعب هو مصدر السلطة فيها، ولكن بالحكم في حقائق بيستند عليها النظام الديمقراطي لحتى يحسن إدارة المجتمع. هذه الحقائق بدها تكون الشعب لأنه مصدر السلطة بده يعرف ماذا يجري. يا هل ترى هذه الحقيقة كيف يتم التعامل معها والتصرف بموجبها في هذه الأنظمة؟ وهون بينطرح سؤال كبير. في بعض الحقائق مطلقة، الحقيقة نعم. الدينية، يا هل ترى هذه الحقيقة الدينية، الحقيقة المطلقة، هل تصلح في نظام ديمقراطي يقوم على الحوار والنقاش والمساومة والتنازلات المتبادلة؟ يعني بمشاركة 14 دولة راح يكون عندك بالقليلة 10 آراء مختلفة حول هالموضوع. تمام. هذا يمكن جمال اللقاء. تمام. بس المشكلة الكبرى اللي طرحتها هلأ، هاي العالم العربي إله من عصر النهضة عم بحاول يحلها بعد ما انتهى، والعالم الأوروبي حل جزء كبير منها، ولكن هلأ عم بيرجع بيطرحها لأنه عم بتصير إشكالات كبيرة ما كانت متوقعة بالثامن عشر والتاسع نعم. عشر في الفكر الأوروبي. راح تضوي على دور الإعلام بهالثلاث مواضيع الأساسية. دور الإعلام بهالموضوع راح يكون موضوع المدرسة الخريفية. نعم. راح بعالج نفس المشكلة، الحوار الحقيقة والديمقراطية، ولكن من زاوية الإعلام. خلال المؤتمر. من زاوية الإعلام والحق بالمعرفة والحق الإعلام بالتوجه إلى الشعب إلى ما هنالك. يعني المدرسة الخريفية والمؤتمر عملان متكاملان. نعم. يجري تحضير للمؤتمر. يجري تحقيقهما بالتدرج. المدرسة الخريفية ستكون
ستكون تمهيدا للمؤتمر. المؤتمر هو اللي راح بكون العمل الأساسي في هذا الموضوع. نعم. بتأمل دكتور العكرة نستضيفك بحلقة مقبلة حتى تخبرنا عن نتائج هالمؤتمر. إن شاء الله بكون مؤتمر موفق وعقبال كل سنة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. شكرا لوجودك معنا. وشكرا لكم مشاهدينا، حلقتنا لليوم انتهت. بكرة لايف جديد، كونوا على الموعد. باي باي.